جزء هنتكلم فيه حالا ان شاء الله هو جزء الليمفاتيك سيستم. والليمفاتيك سيستم بيشمل جزئين اثنين، هو الليمف نود والسبلين. خلينا يلا ناخد بتوع الليمف نود سوا. بتوع الليمف نود واخدينهم كلهم، ما خدناش حاجه، لا واخدينهم كلهم، لان الثلاثه سكنات زي اللي احنا قلناها. خلينا نبص كده على الليمف نود. يلا الليمف نود معانا، في الليمف نود بيكون في ثلاث جارات ليمف نود وجارين اثنين بيكونوا مسبلين. ايه الثلاث جارات بتوع الليمف نود؟ اول جار في الليمف نود اسمه كازييتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. يعني ايه ده؟ لما الليمف نود يجي فيها تيوبركلوزس بيعمل فيها انفلاميشن والتهاب الليمف نود اسمه ليمفادينايتس. سببه ايه؟ سببه تيوبركلوز وعامل كازييشن، فنسميه كازييتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. فاكرين في الجينيتال، في الجينيتال لما كنا بنتكلم عن التستس والابيديدمس اللي هو الجار ده، كان الجار ده بنسميه كازيتنج تيوبركلس ابيديدم اوركايتس، اللي كان نفس الجار ده بالظبط. هنا هقول ايه بقى؟ كازيتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. يبقى رقم اثنين ايه؟ جرانيولوما بقوسين تيوبركلوز. ما بصش عندك، جاوب الجار ده يلا، الكومنت بتاعه ايه؟ قط سيرفس. ابدا بكلمة قط سيرفس. قط سيرفس شو مالتو بي يلو كازيتنج فوكال. انا لازم تقول دي، ودي ثابته في اي تيوبركلوز. ويا سلام بقى لو جيت جودت من عندك كده وكتبت الحته دي في السكيم برضه، سام اوف ذيس فوكاي ار كونكتد توجيزر، يوم جايين مربطين مع بعض. عشان كده لما تيجي تقول هنا هتقول ان هو مالتو بي يلو كازيتنج فوكاي ريبليسنج بارت اوف النودال تيشو، يعني بتحل محل نسيج الليمف نود. لان لو خدت بالك ما عادش واضح هنا ان في نسيج الليمف نود اصلا، لان التيوبركلوزس حل محل نسيج الليمف نود. بعدها بيقول لي سام اوف ذيس فوكاي كويليس توجيزر، بتخش مع بعضها كونكت فتكون لارج اريا اوف كازيشن. الحته اللي انا عاوزها مهمه قوي بعدها، الكبسول والتيشو بتاع الليمف نود في ديستروفيك كالسيفيكيشن. بص ليه؟ هي كازيتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. امال الابيض اللي باين عليها ده ايه؟ ديستروفيك كالسيفيكيشن. ده ديستروفيك كالسيفيكيشن. عشان كده بص بقى انا هقول لك هنا الجار ده هيكتب ازاي؟ الجار ده اسمه ايه؟ كازيتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. رقم اثنين جرانيولوما بقوسين تيوبركلوزس. رقم ثلاثة ايه؟ قط سيرفيس شو مالتو بي يلو كاسيت فوكاي ريبليسنج نودال تيشو سام ار كونتينوس توجيزر تو فورم لارج اريا. بعد كده قط سيرفيس شو ديستروفيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن. بص على دي كده، هي دي ايه؟ انا مش عاوز ربطه، انا عاوز دول ايه؟ لونهم ايه؟ لونهم اسود. طالما منطقه مدوره لونها اسود، منطقه مدوره لونها اسود، فاكرين كانت ايه؟ سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان نقط. فكان السكيم بتاع مالجنت ميلانوما ما بيقول سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان نقط. انا اقول السكيم ماليش دعوه بدي ايه، انا اقول السكيم سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان هارت، سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان بنكرياس، سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان ليمف نود. والسكندريز اوف مالجنت ميلانوما كان رقم اثنين نكتب مالجنت تيومر اللي هي مالجنت ميلانوما. ثم رقم ثلاثة في السكيل كنا بنكتب ايه؟ هتفكر مالتو دارك براون او بلاك نوديول، وكان النوديول دي ريبريزنت ميتاستاتيك مالجنت ميلانوما. كان سكيل قايلينه. بص على الجار ده عندك يلا، سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان ليمف نود. هي يعني مكتوبه عندك ازاي؟ ليمف نود سكندريز فروم مالجنت ميلانوما. لا انا عاوزك زي ما انا احفظها لك، سكندريز اوف مالجنت ميلانوما ان ليمف نود. رقم اثنين هكتب ايه؟ مالجنت تيومر اللي هي ميلانوما.
رقم ثلاثة بقى هكتب ده جار كنتي بارت اوف تو لينفينود قد قيمته تو هاف. في عندنا اثنين لينفينود. فين الاثنين لينفينود؟ بص واحدة فين واحدة فين؟ ما اكيد ديت اكيد دي واحدة ودي النص الثاني بتاع نفس الواحدة لان اللينفينود الثانية اهي. في لينفينود اهي ولينفينود اهي. لينفينود اهي ولينفينود اهي. واحدة منهم كبرت والثانية زي ما هي. عشان كده بقول لك الجار ده فيه اثنين لمف نود اتقسموا نصين. وان اوف ذيم از ماركتلي انلارجد. واحده منهم كبر فلازم هنا هتقول ايه بقى؟ قط سيكشن شو تو لمف نود. وان اوف ذيم از انلارجد. ثم بعد كده تقول في لارج راوند بلاك ماس كتله لونها اسود والكتله اللي لونها اسود دي ريبريزنت ميتاستاتيك مالجنانت ميلانوما. كنا قايلين السكيم مناطق سوداء. قول ان في منطقه سوداء والمنطقه السوداء عباره عن ميتاستاتيك مالجنانت ميلانوما. نفس الشيء هنا. تعال اقول لك الجار ده هيكون ازاي بقى. في سكندري اوفرينت ميلانوما ان سكندري اوف مالجنانت ميلانوما ان لينف نود. الجار ده فيه كام لينف نود؟ اثنين. واحده منهم كبيره ولما واحده منهم كبيره هنا جواها بلاكش ماس كتله لونها اسود راوند لارج بلاكش ماس ريبريزنت ميتاستاتيك مالجنانت ميلانوما. سرطان خبيث كان في مكان واتنقل للليمف نود. امال دي كانت ايه؟ كاسييتنج تيوبركلس ليمفادينايتس. كاسييتنج تيوبركلس ليمفادينايتس بس دي موضحه تحديدا ديستروفيك كالسيفيكيشن اهو. امال دي ايه؟ دي سكندريز اوف مالجنانت ميلانوما ان لمف نود. نفس الشيء اهو. دي سكندريز اوف مالجنانت ميلانوما ان لمف نود. الصوره اللي تلاقيها مش عندك صورها لي هي مش تبقى عليك بس انا جايبها لك توضيحي. ده سكندريز اوف مالجنانت ميلانوما ان لمف نود برضه. ده لمف نود فيها لون اصفر اهو. سكندريز اوف مالجنانت ميلانوما ان لمف نود. امال دي ايه بقى؟ صورتها؟ امال دي ايه بقى؟ بصوا يا جماعه ده عباره عن الاتي. واحد كان جاله تيوبركلوزس في الانتستين اللي هو كنا بنسميه في النظر البرايمري انتستاينال تيوبركلوزس. واول ما التيوبركلوزس جاله في الانتستين التيوبركلوزس انتقل للليمف نود بتاعه الامعاء. بقى في دلوقتي تيوبركلوزس في الليمف نود بتاع الامعاء كنا بنسميها ميزنتريك ليمف نود. والميزنتريك ليمف نود لما الليمف نود دي بيجي لها التيوبركلوزس بتكبر وتلزق مع بعض. فلما الليمف نود بتاعه الامعاء تكبر وتلزق مع بعض بسبب التيوبركلوزس كان ليها اسم في النظر اسمها تيبس ميزنتريكا. ده التيبس ميزنتريكا. يبقى التيبس ميزنتريكا دي عباره عن ايه؟ قصتها اهي. واحد جاله تيوبركلوزس في الامعاء من النوع البرايمري والتيوبركلوزس ده انتقل للليمف نود بتاع الامعاء اللي اسمها ميزنتريك ليمف نود. فالليمف نود كبرت ولزقت في بعضها. لما الليمف نود بتاع الامعاء تكبر وتلزق في بعض بسبب برايمري تيوبركلوزس في الامعاء كان بنسميها تيبس ميزنتريك. لو حضرتك واخدين بالكم دي كلها ليمف نود ملزقه مع بعض تيبس ميزنتريك. نفس الشيء اهو. دي كلها ليمف نود اهي ملزقه مع بعض تيبس ميزنتريك. ده الجار ديليت تيبس ميزنتريك. اللي انا هكتب رقم اثنين ايه؟ جرانيولوما بين قوسين تيوبركلوزس. جرانيولوما بين قوسين تيوبركلوزس. ما تبصش عندك بص هنا اللي هو بالجوار ده يلا. كات سيكشن شو مالت بي يلو كازيت فوكاي ريبليسنج النودا تيشو. سم ار كونكتد توجيزر بعضهم مسكوا مع بعض عمل لارج اريا اوف كازيش اثر ار ديسك بعيد عن بعض. ادي الجار اللي عندك مالتو بي يلو كازيت فوكاي ريبليسنج النودل تيشو وده معناه تيوبركلوس انفكشن يعني في تيوبركلوز. سم اوف ذيس اريا ار فيوزد توجيزر
some are discrete يعني بعضهم تلاقوهم لزقوا مع بعض والبعض الاخر بعيد عن بعض. discrete معناها بعيد عن بعض. كلمة mated اللي عندك دي اللي هي fused together يعني mated. mated يعني اندمج، اندمجوا مع بعض عشان يكونوا single mass. other are discrete. discrete معناها بعيد عن بعض بس ملزقين، يعني هما بعيد عن بعض مش مندمجين. بمعنى لو دي لينفينول ودي لينفينول دول كده اسمهم لينفينول بعيد عن بعض بس لازقين في بعض. انما لما يكون دي اسمها لينفينول ودي لينفينول ويعملوا كده اندمجوا مع بعض. في فرق بين ان اتنين لينفينول يبقوا جنب بعض بس مش مندمجين او جنب بعض ومندمجين. هوبل الجار ده سكينيوم كات سكشن شو مالك بيل يلو كازيل دي كيفو قاير بليسينج النو دنتيشن. سم اوف ذيم ار فيوز توجيزر يعني ميتد. اذر ار ديسكريت بعيد عن بعض اند شو ادهيجن يعني تلاقوهم بعيد عن بعض مش مندمجين بس ما زالوا كلهم ملزقين. يعني مثلا دي جنب دي بس مش مندمجين. دي تلاقيها بدات تندمج مع دي شويه، دي بدات تندمج مع دي، دي بعيد عن دي. اذا في اجزاء بتكون مندمجه مع بعض واجزاء بعيده عن بعض. زائد ان بيكون في وايت فايبرس تيشن سراوندد باي وايت فايبرس تيشن. بعد ده كله نقول سراوندد باي وايت فايبرس تيشن. حد خد باله احنا في الليمف نود الثلاث جارات كلهم سكيماتي؟ لان انت عندك جارين اتنين تيوبركلوزس وجار مالجنت ميلانوما. وجارات التيوبركلوزس في الليمف نود من غير ما تقول اسمها، جار التيوبركلوزس في الليمف نود بتقول على ايه؟ كات سكشن شو مالتو بين يلو كاسيلينج فوكاي ريبليسنج النودال ديشن. سام اوف ذيس فوكاي ار فيوزد توجيزر. لما جينا خدنا دي قلنا في اريا اوف ديستروفيك كالسيفيكيشن. لما جينا خدنا دي قلنا سام ار ديسكريت وشو ادهيجن وسراوند باي فايبر ستيشن. امال لما جينا خدنا دي قلنا ميتاستاتيك بتاعت مالجنانت ميلانوما في مين؟ في الليمف نود. سكندري اوف مالجنانت ميلانوما ان الليمف نود. عندنا كام ليمف نود هنا؟ واحده صغيره واحده زي ما بتاعها مدوره لونها اسود معناها ميتاستاتيك مالجنانت ميلانوما. وده كده بالنسبه لجارات الليمف نود. التسكيم الاولاني والثانيه سهله. نفس العدد بتاعي ماشي ان شاء الله. بكره هناخد السبرين، هناخد السبرين بكره.